هناك مستشفى ميداني عسكري أقيم هنا بمنطقة أسني، وهناك مستشفى آخر أقيم بمنطقة تارودانت، منطقة تارودانت مستشفى عسكري ميداني آخر. نقدم الرعاية الطبية للمرضى المحتاجين لما هو طبي. وبالنسبة للدعم النفسي، هناك خلية دعم نفسي وبسيكولوجي متكونة من طبيب اختصاصي في هذا الميدان ومن مساعدات اجتماعيات أيضا، لأنه كان هناك تأثير نفسي بالغ الأهمية بالنسبة للمرضى جراء هذا الزلزال العنيف اللي ضرب المنطقة. تجدر الإشارة على أنه ابتدأ الاشتغال بهذا المستشفى منذ صبيحة هذا اليوم، منذ الساعات الأولى، وتقريبا لحد الآن استقبلنا أكثر من 300 مريض من مختلف الاختصاصات. من هناك مرضى محتاجين للرعاية النفسية، وهناك مرضى، هناك بعض المرضى اللي عندهم بعض الكسور محتاجين لعمليات جراحية. دونك هنايا منذ الصبيحة الأولى لاحظنا يعني أنواع مختلفة من المرضى. نعم، هناك أطقم طبية وشبه طبية، هناك المستشفى يتوفر على 24 طبيب من مختلف الاختصاصات، من جراحة العظام والمفاصل، من جراحة نساء والتوليد، جراحة الفك والوجه، وكذلك جراحة العيون والجراحة وجراحة الأنف والحنجرة. والمستشفى يتوفر على مركب جراحي، ويتوفر على مختبر للتحليلات، ويتوفر كذلك على قسم للأشعة.